له يا رجال. يلا يلا يا زمرتو. انت ما لازم يشوفك عزات بنوب يا ابو عاصف. شنو اذا شافك بده يقتلك؟ ها يا ابو ماضي، انا بروح معكم بس مضلني بعيد عنكم شوي. ابو عاصف انت مالك قده وقد حمله. والله شو انا ابو الصيد، انا ما هيك قصدت، بعدين انا قده نص. سيدي بكره منشوف مرجلتك. المهم هلا بدنا نحط ايدينا بايدين بعض ونبلش فيهم واحد واحد. وليش بدك تقتلهم؟ لك شو بدك يعني اتفرج عليهم وهنن عم يصفونا يا ابو الصيد؟ انا ما رح كون معكم. شفت انك واحد جبان ابو الصيد. انا جبان؟ انا يا سيدي جبان ونص. انا مالي جبان، انت الجبان. جبان خلصنا ابو عاصف، ركب حاله. شيء يا رجال، انا واصل مشوار لعند الدبور، ديروا بالكم على حالكم. خدني معك ابو نيزر. خليك معنا ابو الصيد، بدي اروح على الحاره اشتقت لطيوري. والله ديروا بالكم على حالكم، لا تطلعوا من البيت. ماشي ماشي ابو نيسك. ماشي امشي ابو نيسك. الله معكم. خير خطاب؟ خير. الله يجعلك بخير. شو قد عم نسمعوا عنك بالحاره؟ شو عم تسمع عني يا ابو الصيد؟ عم يقولوا انه تهمينك فيها. ولحقت الناس تضرب التهمه؟ الناس اللي بتسمعه وبتقوله. صعيب بدي اقول لك ابو نيسك عم يستناك بالحاره من مده. التهي بحالك. Thank you.